أن أذكر بمزيد من الحب والاحترام والتقدير والترحم، وأدعو الجميع أن يرحمه رحمة واسعة خالي محمود أحمد حسين، أول من أحضر لي كتاب الله مسموعا. فلولاه بعد الله، لولاه بعد الله ما حفظت القرآن، لأن كان زمان الشرايط متناثرة، هجيب مصحف منين؟ صوتي شرايط، كان الأمر صعب جدا والله. خالي كان يعمل في مؤسسة ثم دخل مسابقة فيها وحصل على جائزة مصحف شرايط مرتل للشيخ العجمي، فجاء لي يعني جائزة أخذها وأعطاها لابن أخته حتى يحفظ كتاب الله. كان يسمع الآيات اللي بياخدها مني ويجي يسمعها عليا، وكنت أنا بقعد معاه من أذان العصر لحد الساعة 11 بالليل أقرأ الآيات، كان يحفظها حرفا حرفا وكلمة كلمة، يعني الكلمة كده يكررها معايا لحد نهاية الآية، وبعد ذلك يجيب الآية كلها على بعضها. كان في بداية الأمر كان بيحفظ حوالي صفحة كاملة، ثم يفتح الله عليه من فضله وبركاته صفحتين ثلاثة ربعا كاملا ربعين إلى ختم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى.